بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بمناسبة الذكرى الثانية للثورة العزة والكرامة في سوريا، قام النشطاء في اتحاد سوار حماة بتوزيع الخبز على الأهالي مجانا. السلام عليكم. سلام. يعطيكم العافية. يوم خبز مجانا بمناسبة ذكرى الثورة. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية وكثر خيرك. بارك الله فيكم. الآن نصر يا رب. الله يعطيكم العافية. يعني اليوم خبز مجانا أخي؟ نعم نعم. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك.